احنا الشركه مختصه في تدبير النفايات. الشركه كثيرات واحد المقلع هنا في جوار المطرح تابع للدول الحليبيه اقليم مديونه. هذا المطرح هذا اللي كيعرف واحد المعاناه ابديه ما كتساليش، خروج ليكسيفيون المسائل اللي كتعرفوا على بالكم نتوما بلا ما نغوصوا فيها. هاد الناس جينا تنخدموا، جات واحد الجمعيه كتنصب راسها كطرف وصيف هذه المنطقه كامله، وقامت بمنع الشاحنات ديالنا اللي كتجي بحال هكا، كتجي من اجل وضع الاطربه من جهه وبعض الاحجار. كنا غنبرمين شي اتفاقيات مع شركات، دابا اضطرينا غنحبسوهم، والشركه بالمناوله كتخدم واحد اليد العامله مهمه في المنطقه، منهم نساء مطلقات وارامل. ناهيك على بزاف ديال المهمين اللي كيخدموا معنا بطريقه غير مباشره او غير مباشره. اضطرينا باش نجيو نمارسوا هنا واحد النوع من مزاوله المهنه في اطار القانون والشيء اللي كيخول لينا. ودابا واحد الجمعيه كتنصب راسها بواحد في شكل رئيسيه واحد الانسان اللي هو نورمالمون كان المفروض يمثل الساكنه، اللي هو منتخب ومستشار في الجامعه التابعه للجامعه الموضوع النزاع. هادو كيصيفط لينا واحد النوع ديال العمال، كيعرقلوا لنا هنا الشاحنات، كيوقفوهم بدون وجه حق على اساس انهم سلطه وصيه. قمنا يعني سبقوا في واحد الشكايه سابقه قمنا بها، قاموا بالاعتداء على واحد العامل تما كان مقابل ليا الاعتداء، وعرقلوا لي حريه العمل. بمجرد ان حطيت الشكايه انتقلوا السلطات، صنتوا لهم الشكايه منين حنايا. الشكايه دابا في طور الدراسه، والسلطات لا تمانع. مشينا بغينا نعاودوا الباسترو في الخدمه من جديد، وكشي لان عندنا مصاريف كثيره. احنا القيمه الكرائيه ديال هاد المقلع 20000 درهم، حنا كنخلصوا اتعاب، عندنا ناس، عندنا اتفاقيات مبرمجه يصعب علينا الان تنفيذها. اما القيمه الكرائيه اللي كنهضروا عليها ديال 20000 درهم كتخلص من المال الخاص، ماشي من قيمه الشركه. الشركه غاده في طريق الافلاس، وهاد الناس هادو الا مشات تفلس في الشركه هادو غيمشيو بحالاتهم، وممكن تسول شي وحده فيهم تعطيك على الاقل واحد النظره كيفاش كيخدموا معاهم، كيفاش المعامله ديالنا معاهم. هادو الناس كينصبوا راسهم وكيحسبوا راسهم فايتين السلطات وفايتين القانون، لانهم كيلتزئوا لواحد الاساليب ديال البلطجه. وانا الشخص المعني هو مستشار وكيدير رئيس تعاونيه، هو اللي كيقوم بالتشجيش واحد النوع ديال العمال، وكيقوم بواحد العمليه الابتزاز لينا حنايا ولا العمال ولا كشي بحال هكاك باش نخرجوا بحالاتنا من هكا، لانه هاد الاطربه وكشي كيستافد منها بطريقه مباشره او غير مباشره، كيتم بيعها لشي واحد الشركه اللي هي خاصه بالتمر هنا في المزباله، وهذيك الشركه هي اللي مكلفه بالتمر. وممكن الناس اصلا مستعدين، حنا الا كان شي ضرر للزباله ما تعاونوا، حنا ممكن تعاونوا فابور. الشركه ديالنا حنا مستعده تعطي ما يناهز حتى 200000 درهم من اجل تنظيم هذاك ديك عمليه الفرز. تواصلنا مع السلطات المحليه بان استنفاذ جميع المحاولات الحبيه السلطات. الصراحه تقال القائد مشكور، الدرك مشكورين. يعني هنا كيقول لك هذه مساله نزاع، ما يمكنش يعني كيديروا المعاوده في واحد الغفله، مني كيعرقلوا لك العمل، مني كيشوفوا الامور غادي يجيو المخزن وشي حاجه صافي كيخبيو. ما هذا هو المشكل اللي باقي بيناتنا. بطريقه مباشره عندي واحد 30 واحد عندي في المستودع ديالي، وبطريقه غير مباشره كاينين الشيافر، كاين الناس كنبيعوا لهم، كاين الناس بطريقه غير مباشره. يعني قدرت توصل لواحد 50 ولا 60 واحد. وهاد الناس اللي انا ماشي جبتهم هنايا باش يتظاهروا ولا شي حاجه، كثرت عندهم الغيره، وكثرت الغيره ديالهم على الشركه وعلى الناس اللي باغي يزيدوا قدام والحب. وبالنسبه لهذا الشيء راه ما بقاش يطاق. المطلب ديالنا احنا بغينا نشوفوا السيد العامل، السيد العامل يتدخل في الموضوع. السيد العامل مشكورا مارس الناس، ولكن كاين شكايه في موضوع السيد وكيل الملك قيد الدراسه في المحكمه الجزائريه في عين السبع، وكاين هناك ضغوطات كبيره تمارس علينا. كاين حنا كنعرفوا رئيس الجامعه، كنعرفوا من هو ومن كاين واحد التدخلات سافره. حنا كنا كننتظروا ماكش شكايه يكون تقديم، لان عرقله حريه العمل ربما كيعاقب عليه القانون.